راديو نيل. وصلنا لآخر لينك في حلقتنا النهاردة، وكالعادة دايما بنجمع أهم التفاصيل اللي قلناها على مدار حلقتنا النهاردة، وكنا بنتكلم عن أنواع كروت البنوك والتعامل مع كشف الحساب. في ثلاث أنواع زي ما تكلمنا، في ثلاث أنواع من كروت البنوك. الكارت الأول هو كارت الائتمان، وده بيبقى فيه أماونت معين أو حد ائتماني أقدر أستخدمه في شراء السلع والخدمات، وكمان عمليات السحب النقدي عن طريق ماكينات الATM. الكارت الثاني المهم هو كارت الخصم، إن أنا أقدر أخصم عن طريق كشف الحساب بتاعي أو عن طريق الحساب اللي موجود، حساب جاري أو حساب توفير، بقدر أخصم من الحساب بتاعي عن طريق السحب النقدي أو برضو الشراء مقابل سلع أو منتجات محلات تجارية وأونلاين من الحساب بتاعي. ده بيبقى ديبت كارد أو كارت خصم. الكارت الثالث اللي هو الكارت المدفوع مقدما، ده بيبقى ليه برضو رقم مالي معين أو يعني كاش معين أنا بعمل تغذية ليه، زي فكرة كروت الشحن بتاعت المحمول، إن أنا بقدر أستخدم الكارت ده برضو في عمليات الشراء من المحلات التجارية المختلفة أو عن طريق الشراء أونلاين عن طريق الخدمات التجارة الإلكترونية أو المواقع المتخصصة في التجارة الإلكترونية. الكشف الحساب ده بيبقى مرتبط بسواء كارت الائتمان أو كارت الخصم أو الكارت المدفوع مقدما، بشوف كل عمليات اللي بتتم على الكارت ده، سواء إيداع أو سحب أو تحويل أو عمليات شراء من المحلات التجارية المختلفة أو عن طريق المواقع المتخصصة في التجارة الإلكترونية. ده بالنسبة لكشف الحساب. أعود نفسي طول الوقت إن أنا بقدر أستخدم الكروت دي في عمليات المشتريات، يعني أنا بقدر أستخدمها في المشتريات من كل الأماكن اللي أنا بتعامل معها بدل الكاش أو إن أنا بدفع كاش. يعني ده التطور المهم جدا في الفترة بتاعت كورونا، إن في قفزة كبيرة في التعاملات الإلكترونية بكروت البنوك نفسها، وتسهيل طبعا الحاجات دي بيسهل علينا بدل ما أروح المكان اللي مقدم الخدمة أو أشتري منتج معين، إن أنا بدخل أونلاين وأقدر أشتري عن طريق التطبيق بتاع المكان اللي أنا مقدم الخدمة نفسه أو عن طريق المواقع المتخصصة. دي يعني بانوراما اللي حصل النهاردة، بس الفكرة الأساسية إن كروت البنوك هي المستقبل، لأن في نمو دلوقتي إحنا بنتكلم على أكتر من 50 مليون كارت موجودين ما بين كارت ائتمان وكارت خصم وكارت مدفوع مقدما، بتصدرهم 38 بنك اللي موجودين في مصر، ودي الأرقام دي بتبقى فيه نمو مهم جدا. ودايع المصريين اللي موجودة في البنوك أكتر من 7 تريليون جنيه، يعني 7000 مليار جنيه، دي ودايع المصريين في البنوك، وبالتالي بقدر أتعامل مع الودايع دي بشكل كويس جدا عن طريق الكروت بتاعة البنوك، لأنها بتسهل حياتنا، وكمان أقدر يعني بتسهل كمان الوقت اللي أنا ممكن أضيعه في إن أنا أروح أشتري مقابل سلعة أو خدمة من المقدم الخدمة نفسها، وده بديل عن الدفع الكاش. طيب في الآخر كده وفي دقيقة أو في أقل من دقيقة، عايزين ندي للناس كده النصيحة لكل بقى اللي بيستخدم الكروت البنكية. أهم حاجة إن أنا ما بحتفظش بالبين كود أو الرقم السري مع الكارت نفسه في المحفظة بتاعتي، دي أهم حاجة. طيب لو ضاع الكارت أو اتسحب عن طريق ماكينة الـ ATM أو اتسرق، بعد بقدر أكلم الكول سنتر بتاع البنك أول إجراء، ومركز اتصالات البنك ده هو بيوقف الكارت ده مباشرة وبيقدم طلب تاني بإعادة إصدار كارت جديد أقدر أستلمه عن طريق عنوان المراسلات سواء البيت أو الشغل في خلال ما بين 7 أيام لأسبوعين. ده أول إجراء إن أنا بقدر أوقف الكارت وأعيد إصدار كارت جديد. الحاجة التانية المهمة إن أنا بغير الرقم السري للكارت طول الوقت، على أساس إن ده إجراء مهم جدا لو ضاع الكارت أو حصل أي حاجة ما يبقاش في استخدام غير قانوني للكارت نفسه.